نظم مركز تمكين الشباب التابع للهيئة الطبية الدولية اليوم حفلا تخللته مسيرة للسلام في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في مدينة المفرق. ويهدف الحفل الذي جاء بمشاركة عدة منظمات تعمل على برامج شبابية وتنموية إلى غرس مفهوم السلام في شباب مخيم الزعتري عبر مواقع حماية الشباب والأطفال. وتناول الحفل الذي ستعرض مقاطع مصورة منه في شهر أيلول المقبل بيوم السلام العالمي في كوريا الجنوبية، تناول عروضا مسرحية وغنائية أشعارا ومعارض للرسم يتحدث أغلبها عن السلام. اليوم احنا موجودين في مخيم الزعتري مع الشباب، مع شباب عبر مراكز تمكين الشباب الموجودة من الهيئات اللي بتشتغل في جوا الزعتري. رح نعمل حفل رح يكون هو ليوم السلام. هلا يوم السلام هو ب 21/9، بس احنا عاملينه قبل عشان هذا الحفل يشارك في الحفل العالمي في كوريا الجنوبية. اليوم هو احتفال بالسلام، مسيرة السلام العالمية بالتنسيق مع منظمة من كوريا الجنوبية. الفكرة فيها أنه يعم السلام، وهي طبعا كانت أول مسيرة بتصير هنا في الوطن العربي وصارت في الأردن بالزعتري. Стоп, 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 ст